اسم حفصه الله، راك خريج المعهد الملكي، تكون عضو الشباب والرياضه، فاعل جمعوي بعدد من جمعيات المجتمع المدني سواء على المستوى الوطني او على المستوى المحلي. سعيد بالتواجد معكم للحديث حول موضوع جد مهم ويتعلق الامر بالمخيمات الصيفيه في ظل ما نعيشه اليوم. هل هناك امكانيه تنظيم المخيمات الصيفيه ونحن نعيش الحجر الصحي، نحن نعيش زمن الكورونا ان صح التعبير، صفعه اخرى كما قالها الدكتور عبد الرحيم العطري، نتمناها طبيعه الحال ان تكون مجرد حلم وعابر ان شاء الله، فالعالم الان يواجه هذا الوباء والمغرب كذلك، نسال الله السلامه والتوفيق. فيما يخص الموضوع، موضوع المخيمات الصيفيه، في اعتقادي ووجهه نظري لا اعتقد بان المرحله هي مواسيه لتنظيم المخيمات الصيفيه. ربما نتحدث عن المخيمات الصيفيه عن بعد، تلك الانشطه التي نقوم بها بطبيعه الحال مع الاطفال داخل المخيمات الصيفيه. اليوم اعتقد بان هناك امكانيات تنظيم عدد من الورشات عن طريق استغلال ما يعني الوسائل التكنولوجيا، من اجل بطبيعه الحال اننا نبلغ رسائلنا واننا نوجه الانشطه ديالنا للطفوله المغربيه. اعتقد بان هناك بدائل اخرى اليوم هي فرضت نفسها، لان التغييرات، نحن نعلم بان الوضع الانساني يعرف عدد من التغييرات، لكن اليوم وضع انساني ووضع صحي فرض علينا ان نتعامل مع التكنولوجيا بطريقه جديده، وان نتعامل معها بطريقه ابداعيه اكثر، واسطر بالخط الاحمر على مساله الابداع. اليوم نحتاج الى مخيمات صيفيه عن بعد، ولا اعتقد بان حتى لو تم رفع الحجر الصحي تدريجيا، لا اعتقد بان وزارة الشباب والرياضة يجب ان تاخذ هذه الخطوة من اجل تنظيم المخيمات الصيفية، من اجل الحفاظ على السلامة الطفل، لاننا دائما نقولها بالمخيمات الصيفية ونسطر عليها كذلك، نقول بان السلامة هي بطبيعة الحال ذات الأولوية، سلامة الطفل. إذا اليوم هي دعوة صريحة أن نقول بأن سلامة الطفل اليوم هي في البيت ديالو، وأن نستغل كل الإمكانيات وكل إبداعاتنا وكل ما نتوفر عليه من تكنولوجيا من أجل أن نتواصل مع ذلك الطفل وهو ببيته بين أسرته، حفاظا على سلامته وحفاظا على سلامتنا نحن كذلك كأطر. وبالتالي نتمنى أن تكون البدائل المطروحة الآن بدائل حقيقية، بدائل تستحق أن نصفق لها بحرارة على أنها أدت رسالة المخيمات التربوية.